اهلا بك في الدايرة يا صاحبي. واحد قتلني اسمه بوبوز، شكلها لعبة. الناس دي جابت اسلحة، انا الحين مش هعمل حاجة. جابوا اسلحة، اسلحة ولا هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ واضح ان اللعبة جميلة وانا مبسوط فيها جدا. انا عارف ان احنا بقى انا الله سيبت الكراوتش يا اسطى. فين البشرية يا اسطى؟ مين ده؟ تقريبا ده لو انت انت الكلمة والتريبل ايش كده؟ انا حاسس ان هي فيها امل، لسه في امل، لسه وي كان دو ات يا اسطى. نلعب مع بعض، نلعب تيم ديس ماتش ولا ايه؟ سيفت كراوتش ده بقى معلش. ايه؟ يعني سيفت كراوتش ده بتزحلق. لا السي بتكراوتش بتزحلق. شوف انا بتزحلق ازاي كده. سي حلو جميل ماشي. ايه ده جنبك علي؟ قتلت واحد. ايه قتلت؟ ايه بقى يا وز؟ احنا في الاسبون بتاعنا. انا مبسوط، انا حاسس ان ايه ده في هما بيرموا ايه؟ بيعملوا ايه؟ هجيبك المرة، مش هسيبك ولا فكر ان هو هي معايا يا اسطى. صح طب خلاص تعالى لي. في واحد بيشوت جون يا اسطى. بعمل ايه؟ ازاي بعمل ازاي؟ بهيل ازاي؟ ما لحق، مش عارف الو منين ازاي اللعبه دي؟ منين يودي على فين؟ قلت له وز اسبرت هيقتلني، اسبرت هيقتلني. ايه ده؟ ده ايه ده؟ شوت جن؟ ايه ده؟ وعمل ده اللي بعده. ايه ده؟ في جنريت، جنريت ده مش عارف يا اسطى. انا كنت بالهود يا اسطى، انا دخلت في شخط التيم بتاعهم كله ولا انا افتكرت اللعبه دي شبه الديث ماتش اللي في بابجي يا اسطى. اغير السلاح ازاي طيب؟ انت عارف يا اسطى اغيره ازاي؟ تعالى وقع بيه على الارض اهو. ازاي ياخده بقى؟ مش عارف اهو. من المرة واحد معاه سنايبر ابن خلي بقى عشان اخش يا اسطى. هو ازاي بيجيبني 1 هيت 1 1 استنى وحط ابوك يا كابتن مات وقعت وحط ابوك بس اعمل حاجه معيش يا اسطى حاجه يا اسطى سعد. هو السلاح ده ما متعمرش ولا ايه؟ ايه ده؟ بيجنريدون يا اسطى بالجي يا اسطى. انا جبت واحد بالجي يعني ايه؟ سعد يا اسطى سعد عاش عاش. ايه بقى يا بس يا اسطى خلاص بقى انا رانك 2 بس خلاص. رانك 2 ايه يا اسطى؟ يا اسطى عاش يعني ايه بقى اللعبه دي؟ نلعب تاني؟ انا التاني يا اسطى. انت فين يا اسطى؟ انا التالت. انا موجود، انا مش موجود. انا حاسس ان انا مش انا بقيت ليفل 2 انت لا تقول لي انت التاني. لولا يا صاحبي تعال نجرب اللي هي سيرش اند ديستروي ولا فاكس ولا ايه دي؟ من ديمون سلاير. ايه دي من سلاير؟ تعال نشوف ايه دي. هي حاجه انا دايس معاك يا اسطى. انا بص انا مش هسكت، مش هسكت يا وز.
يا اسطى وولف تيم مساكا ابا يا اسطى وولف تيم يا اسطى انا خايف في حد بقى سلاير يا اسطى ومش مسمي نفسه كمان عشان ما نعرفوش ال ايه ده رمقته يا اسطى خلاص انا حاسس ان انا تايه يمكن ده مش مكان يعني الواد غلبان اوي احنا كتير اوي عليه وزو ازيك عامل ايه وحشني حبيب يعني الواد الديمون ده زعلان اوي هو راح فين والله مفيش حد اصلا في الماب يا اسطى هو موجود بس مش عارف هو مختفى انمي سبوتد هناك يا اسطى انت فين بص يا اسطى وقف في اخر الماب يا اسطى قتلت خلاص خلاص اللي بعدها هيبدا يظهر بقى انا واقف فوق خالص لو شايفني واقف على التاور كده فوق اه انا بص فوق كده ايه ده رخم يا اسطى مش حلو مش حاسسها بصراحه ايزي يا اسطى انا نازل باتل رويال افتح الباراشوت ازاي طيب الباراشوت بالواحد يا اسطى كيف نسبة قتل البعض تحت ايوه انا واحد لسه ضربني بالبروسية دلوقتي بس بيتضرب ازاي ده قتلته سايبك واحد بلا هدف هنخش تاني صح؟ تقريبا ولا اهلا بيك يا اسطى اهلا بيك حد حاسب حاجة؟ ولا اي حاجه عارف انت يا اسطى وش زون اللي هو للشباب اللي البي سي بتاعهم بطاطس هي دي وش زون للشباب بتاعهم هم انت فين ابو الصحاب ما انا مش عارف كل واحد لوحده بقى غالبا كده كل واحد لوحده انا خلاص ديبلويد اصلا انا هنزل في الاخر يا اسطى انا اقول لك انزل في النص هنا يلا كده كده خربانه يا زوي يا خش يا اسطى خش مش عايز حبيتك يا اسطى بس انا نزلت يا اسطى موت عاش اه والله ما ضربش باراشوت بجد والله يا اخي والله نزلت موت خلاص انا دخلت تاني تالي والله جميل روح جاي هناك اهو ريليزد اوكي انا حاسس ان انا يا اسطى عارف انت اللي هو بحس بلاك كده لما بيجيلي عارف انت انا النفس اللي ملاك مش اللعبه فاهم ابنك مجنون يا حاج فين البني ادمين يا اسطى فين بني ادمين فين بشريه هو في ناس عم المفروض ارجع اوف ده المفروض ارجع يا اسطى سادي يا اسطى انا اصلا بره الزون اساسا ضحك السنين يا جدعان ده الزون عنيفه قوي يا دوس ايوه يا اسطى يا اسطى انا اسف انا اتحشرت انا مت يا وز انا مبسوط انا مت جولاك ايوه يلا بينا قتلنا انا مت خالص يا وز بتفرج عليك هو احنا مع بعض عارف يا اسطى انت تسالني المفروض نروح الزون يا اسطى في واحد بيجري قدامي انا عايز اموته قلت له يا وز مسكوتش مش هسيبه يا اسطى قلت له عاش مات تقريبا ماتش يا اسطى قاعد بيجري من المره اضرب يا اسطى بالبقره دوس كليك على البقره حلو بقره ايه يا اسطى البتاع بتاع الماوس البقره بتاع الماوس بتضرب بظهر السلاح كده بصراحه انا عجبتني اللعبه بس سلاح تقيل قوي يا اسطى هات السلاح التاني دوس كيو فعلا منك بوكس مفيش حاجه يا اسطى انا عايش حاجه طب الولا ليه ما راح فين بقى مش عارف لما ماتش كان بيجري طب وانت مأمن ليه كده يعني هو هنا ما هو هنا بس مش عارف هو فين هو انا سامع صوت ضرب نار برضه هتلاقي الناس يا اسطى رايحه للود اوت دروب ده حاول تموت واحد قدامك على الشمال فوق انا مش عارف اوصل له يا اسطى انا مت موت وحشه قوي بصراحه انا دوس اتنين يا اسطى لو معاك بريد ده شوب معاك فلوس معاك فلوس ما معيش فلوس معاه 500 فين اللوت يا اسطى ده اللوت فين اللوت ايوه دوس اف ايوه هو ده اف دوس اف كده مفيش حاجه اف
شغال حد سرقه. لعبه جميله جدا، لعبه عظيمه جدا يا اسطى. دوس على البقره يا اسطى، دوس على اللي هو بيسكرول ده ايوه بقدر كده عشان ما حدش يسمعك. مش بغلط نشط بني ادم يا وز، اجري يا وز بسرعه، وز على الزون عشان انت هتتهان. وز الزون في يا اسطى، ناس هنا يا اسطى عايزين يموتهم يا اسطى. مشكله ان اخر واحد اصلا بره الزون. الزون يا اسطى جاي في ضهرك يا اسطى. إيه لم يكن سامي يدري. انا عاش عاش يا وز، المركز الاحش عاش. انا ال 20 يا وز، انا ال 20 يا وز يا اسطى. انا اللي خلاني ادوس على البتاع ده، انا قلت بتوديني فين. اللعبه حلوه، اعطيها تقييم 5/10 عشان مش بيخلوني اكسب. بس نلعب تاني عادي، ايه المشكله. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير. あの声はきっと真実。誰かが生まれる。そして俺たちを超えていく。